هنقول it is the movement وبيكتب بالعربي. movement in all direction. In different speed، يعني اتجاهات مختلفة وكمان في نفس الوقت سرعات مختلفة. It is the movement in all direction in different speed. Different ايه؟ طيب اسمع منك بقى يا علي، ايه هو التعريف بتاع random motion؟ It is movement In all direction. in all direction in different speed. تمام. طيب التعريف بتاع الديفيوجن، موفمنت برضو بس موفمنت لمين؟ للبارتيكل، from higher concentration to lower concentration. Particles. تمام كده، هو عبارة عن حركة الجزيئات من الوسط الأعلى في التركيز إلى الوسط الأقل في التركيز. تمام، ده التعريف بتاع مين؟ ديفيوجن. التعريف بتاع مين؟ ديفيوجن أو ديفيجن. أيوه، movement of particles from higher concentration to lower concentration. بس بسرعة لو سمحت اكتب بسرعة. بأحسن خط عندك وفي نفس الوقت بسرعة. لاست ممتاز. طيب الكاينتيك انرجي يعني ايه كاينتيك انرجي؟ الكاينتيك انرجي التعريف بتاعها عبارة عن ايه؟ energy of motion of particle. هتبقى energy of motion particle. تاني it is energy It is of energy motion of of motion particles، decals. يعني طاقة الحركة للجزيئات بتاعة المادة. It is energy of motion of particles. It is energy of motion of particles. Energy of motion of particles. Energy of motion of particles. Particles. ماشي. خلاص. ماشي، يعني ايه بقى thermal expansion؟ التمدد الحراري. يعني it is the increase in volume of material when particles motion increase. تمام، تاني نقولها تاني. it is the increase in volume of material. امتى بقى بيحصل increase للسايز او الفوليوم؟ when particle motion increase. لما هيت انكريز نكتب الكلام ده فين؟ it is the increase of volume. ممكن تكتب volume، ممكن تكتب size، خلي بالك.
فوليوم. امتى بيحصل انكريزنج للفوليوم؟ ها وين لما لا وين ذا موشن انكريز؟ طب امتى الموشن انكريز؟ لما بيحصل ايه؟ جين ثيرمال انرجي. ودي طبعا مهمة، لو انت عاوز تكتبها اكتبها، وبس هو مش كاتبها عندك في المذكرة، بس انت عادي انت قلتها. على فكرة انت قلتها شفوي برضه، فانت برضه صح مظبوط كلامك، يعني عاوز تكتبها اكتبها. نكتبها لك اصلا. بس مش عندي مكان. طب خلاص خلاص، بلاش كلمة increasing temperature لو هي ايه ما عندهاش مكان، مالكش ما فيهاش مكان يعني. خلاص، لا لا، ليه ليه هو انت بعد ما مسحت اقول لك الفيلم لا ايه؟ مكان؟ طيب كده خلاص ماشي. عندي بقى حاجة اسمها thermal contraction و temperature، بس انا قبل ما ادخل في دولة عايزة اسمع منك بقى دلوقتي، انا لو حذفت لك دي حذفت لك دي هتعرف تقولها لي؟ الراد موشن يعني ايه؟ random ايوه it is movement ما تبصش in في اي حاجة. all ايوه direction ماشي direction in a different speed. ممتاز جدا. طيب هنحذف ده، يعني ايه ديفيوجن؟ بص عليها، بص بسرعة قبل ما امسح. ها مومنت اوف وات تسلم ثانية اكتب. كون كان سي شن كم الو ايوه امسح اهو، يلا قول. movement of particles from higher concentration high قول. concentration to low concentration. ماشي، يعني كينيتيك انرجي. It is energy of موشن بارتكل. motion particles. ماشي، يعني ايه ثيرمال اكسبانجن؟ Yeah. ما يعني what is the definition of thermal expansion؟ It is increase of volume Volume when the motion suction increase. increase temperature تمام by increase temperature. أيوة. طب أو increase the motion of speed، حركة الجزيئات. طب أنا عايزة أعرف بقى thermal contraction و temperature، يلا بينا كده نشوف إيه التعريف بتاع thermal contraction، يلا كده نشوف. معايا it is It is decrease decrease as of volume well. when the low of لما بيقل حركة الجزيئات. طب يعني ايه temperature؟ درجة الحرارة معناها ايه؟ ما أنا مش عارف، يعني بيسألوا على temperature ليه؟ مفهومة بتقيس ال اسمه ايه، hot أو cold.
طيب بص، عندك التمبريتشر دي التعريف بتاعها هو عبارة عن عبارة عن ايه التمبريتشر؟ It is the measure of the average kinetic energy، متوسط طاقة الحركة. It is the measure of average kinetic energy. تاني هكتبها لك اهي. It is the measure of average of kinetic energy. تمام خلاص كده. خلصتش بس. خلصت؟ لا لا، بس انت ما مسحتيه. طب خلاص هنعمل لك ايه اللي انت ناقص لك؟ تمبريتشر ولا ثيرمال كونتراكشن؟ لا، ها آخر كلمتين. اخر كلمتين. It is measure of average of kinetic energy، يعني تكتب kinetic energy بس. ايه كتبتهم؟ كتبتها مكتوبة فوق اصلا. حلو. طب احنا خلصنا صفحة كام دي؟ 54 هنحل دلوقتي. دلوقتي، 55. ماشي. اصبر، لسه انا مخلص الوقت بتاعي. بص كده معايا. choose the correct answer. the faster molecules move the higher temperature ولا less ظهر temperature؟ temperature higher. برافو عليك، يلا اختارها بقى. طيب السؤال اللي بعده، in which state are the particles least able to move؟ A ولا B ولا C؟ Apple to least استني، Apple أقل to واحدة، أقل واحدة بتتحرك، أنهي واحدة؟ A ولا B ولا C؟ ايه صح، بينا. ممتاز. الدرس، ما أنا بقول لك الدرس ده سهل خالص، الحمد لله. لا، الدرس ده اخدته في جريد 12، اخدته في جريد 3 ايوه 2 ايوه حاجة كده يعني. تمام. in the بس picture of question number 2، يعني الصورة اللي احنا لسه من شوية مخلصين، which of the three states represent liquid؟ تعالى بي كده. بي بي ايوه صح، برافو ولا عليك. لا؟ لا لا صح، صح بي، هي بي. صح 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 طيب انا فكرتها. اوكي. what happens to particle when they are heated؟ speed up. صح، نمبر ايه؟ برافو عليك، ايه ممتاز، شاطر، ايه ممتاز جدا. انت كنت هتعملها، هتقولي لي دي ولا ايه؟ عشان فيش هنا كمان سبيد اب في دي. لا 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 لا، بقول لك انا كنت، بقرا الجمل كلها، يعني ما بحبش اتسرع وانا بحل، لازم اقرا كل البتاع ده، كل الاختيارات، عشان يكون في حاجه بتغلطني ولا حاجه، فهمتني؟ طيب في عندنا اي حاجه احنا عايزين نحلها ولا احنا كده خلصنا؟ خلصنا الصفحة اللي وراها على طول. احنا خلصنا ولا لسه فاضل صفحه؟ لسه فاضل صفحتين، ماشي 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 صفحتين يا سهل. خالص خلاص، مفيش مشاكل، تعالى نحل دي. صفحتين أوه. وخالص. يلا بس بينا خد نحل بقى، دي. تمام. بص كده معايا. The speed of molecules determines the volume ولا density ولا mass ولا temperature؟ معنى السؤال، السرعة بتاعة حركة الجزيئات بتوضح لي الفوليوم كده إن المادة دي
عندها حجم ولا كثافة ولا كتلة ولا تمبريتشر؟ المفروض عندها ايه؟ مش ماشي سرعة يعني الجزيئات بس بتعرفني ان هي ايه بقى؟ عندها تمبريتشر، عندها حرارة، صح؟ ايوه temperature ماشي. complete the sentence. the movement of particle from area that have higher concentration to area that have lower concentration is called higher to ثانية higher to higher to ايه؟ تبقى temperature diffusion. ثانية سنسن diffusion diffusion يا ابني، ديفيوجن ايوه انت لسه حللها معايا ساعة ما قلت لك اديني الديفينيشن بتاع ديفيوجن او ديفيجن، بس هي على فكرة اسمها ديفيوجن يا علي، انت لو انت قلت ديفيجن هتبقى علامة القسمة الرياضيات في الماثماتكس، لكن ديفيوجن ده scientific term. طب when we put a balloon in cold temperature the particle of gas in the balloon will have not kinetic energy. low closer ولا high؟ صح low. وكمان هتبقى يعني اسمها Question number 3. هتبقى البلو This is the average kinetic energy of the particle in material. لسه حلينا حالا، ها هديلك اختيارات، هقول temperature ولا thermal diffusion expansion ولا thermal contraction. صح. كتشر طيب السؤال اللي بعده، the more motion line of the particles the نقط speed. شامس لسه مخلصت خلصت كل ما بزود الخطوط بتاعة الحركة ده علامة على ان السبيد مور ولا سبيد ليس. مور طيب نقط is the smallest unit of matter، مين اصغر وحدة بناء للمادة؟ اسمه بارتيكلز. بارتيكلز صح؟ ايوه بارتيكلز، بس بسرعه لو سمحت اكتب بسرعه عشان نعرف نخلص. خلصت ماشي. answer the following question، عايزين نحل الاسئله دي. what is the relationship between the speed of the particle and their energy؟ ايه العلاقه بين سرعه حركه الجزيئات وبين الطاقه؟ هنكتب بقى when the increase أو the more speed of particle that increase the kinetic energy. تمام، كل ما بيزود السرعة كل ما بيزيد معاها ايه؟ طاقة الحركة. بس كده بس كده. في حاجة غلط مش فاهمة هنا طيب فاكر زي العلاقة بين السؤال ده تاني، استنى بس في حاجة تانية عايز اقولك عليها. when increase the kinetic energy the temperature increase to. فاكر الكلام ده؟ ساعة ما احنا عملنا الرسم البياني من شوية. يلا بس بسرعة دخل، خلصنا؟ بس اكتب بسرعة جدا يو
ايه ده؟ اه صح، طيب خلاص يا علاء، هبعت لك سكرين. احنا كده خلصنا الحمد لله الحصة بتاعتنا، انا هبعت لك سكرين للصفحة دي عندك في الواتس علشان ما نضيعش وقتك في النقل. خلاص انا خلصت تمام خلصت تمام تمام بس كده خلاص احنا خلصنا، انا هبعت لك بس سكرين.